صار الرجال يكرش أخوه يكرشه كل جور يجيل ولا شيء. جاء الرجال ينطرح قدام الرياجيل يفشله يعزز النسيبة. لما جاء ضراي العلم الطيب والعلوم كلها زانت من أخوه مير كرهه الخمة يتسمع للمرأة. المرأة اللي ما هي بعينتك على العلم الطيب فلا الله يلعن ابليسك كشن على وجهك. مساكم الله بالخير يا رجال. حيا الله كلم باسمه. مساك الله بالخير يا رجال. فارس الله ياخذ روحك الشيطان. يلا ابو ثقل قربنا الشغله. ايش رجفه الباب اللي ما هزوا رجفه الباب خربت الشغله خربت كلش. بسم الله عليك. يعني انت ما تقعد هنا لحالك قصدك؟ لا والله بس لا تروعني يا ولد. وش دخل الشغله تخرب؟ تروعني ليه؟ هو ترجف الباب ليه؟ ما رجفت الباب انا. مو بنت هو خربت السالفه. خربت السالفه يعني ايه. كمل السالفه بنفسك لين تخلصها. يلا ما عليه الاجيال. فنجان ابو ثقل. ما شاء الله الدكتور عبد الله معيض جاي هنا. والله شيء طيب. شوف ولد عك التمر. ايه عكه ما هي حقه سمن؟ الا حقه ماء؟ الا لا حقه الماء يسمونها قربه. الا قربه. تبي سمن يا ريان؟ ما ادري والله. ريان تبي سمن؟ في سمن؟ لا والله ما لي سمن الحمد لله. لا 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 ابغى مضغوط بيتنا يفتح. يقول شوف اسمع سلوت. يا جلسي يا سيدي الليل كله لا ضوء. انطوى لا ضوء. ضوء ايه ايه. اتركي كثرة التفاكير والمعنى طويل طويل شينها لا زال لك غالي ثم التوى مثل بارق غيمت واختفى منه المخيط. هذا بلا ابوك الله الله. ايش في الدنيا هذه صغيرة. الله شو جمعتنا سبحان الله. ايوه ما ادري ايش اجتمعنا لكن الدنيا نجمع اللي تحبه واللي ما تحبه واللي تبيه واللي ما تبيه واللي تبيه فرقاه. حبيب على كيفك. الحمد لله على كل حال. ما لك الا الصبر يا رجال. صابرين عليك. نعم. 20 يوم والحمد لله طلعنا وعينا الخير. ورجعنا وعينا الدبور. ورجعنا وعينا الدبور. يا رجال الله يعيننا على الدنيا. طيب. بس كلها 14 يوم بفارق. نعم. وش الفرق بين متى يقول الإنسان إن شاء الله ومتى يقول بإذن الله؟ بإذن الله إذا أنت مصر على حاجة. حلو. بدي يخاطركم. نعم. وإن شاء الله إذا أنت متردد في هذا الشيء. يس. أو ما قد سويت هذا الشيء. أو ما قد خططت أنك تسويه بس يعني زي ما تقول لو جيني انت الحين تقول هل يا ريان هل انت بتسوي يعني زي ما تقول تطلع تسوي مشروع بعد ما تخلص؟ ايه انا الحين ما فكرت في هذا المشروع. تقول ان شاء الله. لا دقيقه انا فكرت في هذا المشروع مثلا. انا الحين قد فكرت في مشروع في بالي. حلو. عرفت؟ قد جهزت كل شيء وفي محل جاهز بس عاد نبغى اخلص شغله ان كان تمت صارت. فأنا قد جهزت كل شيء، أقول بإذن الله إني بسوي. حلو. لأن قد إني جاهز كل شيء الحين، باقي إيش؟ أبدأ. باقي تبدأ. يا سلام. وفي حاجة مثلاً لو تجي أنت تقول هل أنت ناوي يا ريان تسوي مثلاً برودكاست؟ برودكاست يا سلام. تسألني تقول أقول إن شاء الله، لأني ما أدري. لأن هذه الفكرة ما قدت في بالي. إي نعم. بس أنت سألتني أقول إن شاء الله. يا سلام. كلام جميل جدا. عندك غير هذا الكلام يا دكتور؟ الكلام هذا خطأ كله اللي عندك قلت الله يجزاك.
ما شرطك على اللي قاعد وتعزز لي بعد. اي والله كان قلت لي غلط. تخليني اقول صوتي مقطوع، اعطيتك فرصه من صوتي. طيب يقول ان شاء الله يقال لكل عمل ليد الانسان فيه. يعني مثلا الله تعالى يقول ان يعني ان شاء الله ان شاء الله لفاعل للانسان دخل فيه، ان لقادرون، ان لداخلون مصر ان شاء الله. هذا لليد الانسان عمل فيه، وباذن الله شيء ما للانسان يد فيه خلاص. ومن كان عدوا لجبريل فان الله نزله عليك او نزله على قلبك، خطا مني في الايه، نزله على قلبك، يعني هذا بامر الله نزله الله على قلب بني ادم، نزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كان باذن الله فليس للانسان حد دخل فيه ابدا، ان شاء الله للانسان يد فيه وعمل فيه وقدره واجتهاد. جزاك الله خير، الله يكتب اجرك، الله يعطيك العافيه يا ابو عاصم. وفي شيء مهم جدا قال البارح ابو ثقل، حلفتنا على شيء والله ما ادري وش حالف عليه، وقال ما يدي قل استغفر الله. كثير من الناس يحسبون الاستغفار يدك يا شيخ ما بيأدي عليه، بيمسك اصبع عليك الامور طيبه. لا يا شيخ الله لا يهينك ابو ثقل ويرحمك، عد الفنجال ما نحتاجه، عد اخوك لانه حركاته لجيت تسلم. لا لا الامور طيبه. اسمع، امس يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. كويس، اذا واحد حلف على شيء الافضل مثلا مثل ابو ثقل الحين يقول والله ما اخذ الفنجال او والله ما اعطيك الفنجال او كذا، الافضل انه يقول وشو لو بينه وبين نفسه ان شاء الله. ليش؟ ادخل المشيئه. ايوه احسنت، لانه لو ما فعل ما يصير عليه كفاره. لا لكن لو ما قال ان شاء الله ولا فعل يصير عليه كفاره يمين. يعني مثلا الحين بعض الامهات او بعض الاباء بيحلف على عياله والله ما تروح، والله ما تلعب، والله ما تروح لخوالك، والله لو يقولون ان شاء الله لو بينه وبين نفسه ان شاء الله وهو ما يسمع، بس عشان يكون تبعه للمشيئه. اذا راح الولد بدون اذنهم ولا هم اسمحوا له ما يصير عليهم كفاره، لكن لو راح وهم قد حلفوا يصير عليه كفاره. يا سلام، جزاك الله خير، والله يكتب اجرك. والله انا معلومه يعني زي ما تقول يستفيد منها الكثير. وعاد ما يبغى ريب عليك يا ابو عاصم. والله لا دلاله ما يبغى ريب صدق. جزاك الله خير. تفيدنا دائما. ابغى اعرف كيف احط التمر في العكه.